راجل ومرأة تزوجوا كما كيتزوجوا كل الناس، توالموا وش يعشق شي وتتفق الحب بيناتهم وتعهدوا باش يبنوا حياتهم طوبة طوبة، وإلا ما الحمل على شي طرف يعاونوا الواحد الآخر. في الأيام الأولى لزواجهم كانوا سمن على عسل، عايشين الحلاوة كلها، ما كانوش كيظنوا بلي حياتهم غادي تنقلب رأسا على حق. شنو وقع في هاد القصة ما غادي تعرفوه حتى الاخر، كما المصير ديال هاد الزواج والزوجين بجوج. خلونا شويه نديرو معكم تشويق، نميكو شويه على الحكي الكرونولوجي للقصه، ونتمنى باش ننجح في اعطاء القصه الجديده ديالنا كل تشويق اللي تستاهلو ويقنعكم ويرضيكم. الزوجه ما كانش هذا الزواج الاول ديالها، سيدة سبق لها تزوجات وتلقات مراجلها الأول اللي ما دوزاتش معه بزاف، لكن عندها معه ولد كبير. ومن اللي تلقات كانت شي غرفة في المدينة القديمة ديال كازا، كانت كتسكن فيها وديرها محل الخياطة. الخياطة مناش كانت عايشة ومعيشة ولدها، وفي هاد الحي فين تعرفات على ديك السيد اللي كاين حدر من منطقة تيكيوين، تعرفوا وتوتر العلاقة ديالهم واقترح عليها الزواج وهي مرفضتش. لقات فيها الراجل اللي غادي يسترها، خاصة أمام النظرة الاحتقارية ديال المجتمع للمرأة المطلقة، كل شي كيطمع فيها. ملي تزوجوا مشات تعيش معاه في ساسفة، وحياتهم كانت زوينة في الأول، والثمار ديالها العلاقة الزوجية كان جوج ولاد كانوا متفاهمين في الأول قبل ما تبدأ المشاكل بيناتهم، خاصة بسبب عدم رعاية الزوج للزوجة ديالو والأبناء ديالهم بجوج، وكذا الولد الكبير. وهنا هو مربط الفرس، الرجل ما كانش كيعطيها الفلوس بالكفاية اللازمة باش تعيل الأسرة وتوفي مصروف البيت، والأمور ما زادت غير تأزما، والخلافات كثرات بيناتهم حتى أصبحت الحياة شبه مستحيلة بين الزوجين، خاصة أمام تبادل الشتائم والسب والشتم والوعيد والتهديد في كل مرة كيتناقشوا فيها. هاد المرأة ما استحملت الإهمال الزوج ليها ولولادها، والزوج ما استحملش نقير في كل مرة. هي ما كان عندها فين تمشي، حيث مربوطة بثلاثة الدراري، أما هو فهرب من هذا الواقع اللي غير ما كيزيد كيتكفس وينضرب شي حاجة يقدر توقع في أي لحظة. هرب وما واجهش هذا الواقع المر. 10 شهور دوزها الرجل غايب، أو بالأحرى هارب من هذا الواقع، حتى أن خبر ديالو تقطع كما انقطعت الاتصالات ديالو. مبقاش كيتصل بمراتو، خلاها تواجه المشاكل بوحدها واخا ما عندها حتى شي حيله. والوضعيه ديالها خاصه الاقتصاديه غير ما زادت تازما، ولولا ولدها الكبير لماتت بالجوع، حيث مسكين هو اللي كان كيخدم ويساعدها. كان الولد كيخدم ويعاون امه، لكن المصروف كان كثير على المراه، والراجل هرب قبل ما يرجع في ديك النهار من شهر اكتوبر. غاب 10 شهور ورجع قال لك يطلب الصلح وباش تسمح ليه مراتو وام ولادو. فاش غادي تسمح ليك؟ واش على اللي خليتيها بالجوع هي ولادك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. المهم السيد بين باللي ما كانش راضي على راسو على شنو دار، والعائله طبعا دخلت بالخط الابيض وصلحت بيناتهم، والسيده مسكينه سمحت له على وجه الولاد اللي كانوا هما العقبه الوحيده بيناتهم. سمحت له لعل وعسى الامور تتحسن وترجع العلاقه الزوجيه ديالهم لسابق عهدها. بعد ما تصالحوا ما دوزوا غير شي ايامات قليله حتى رجعت الامور للتوتر بيناتهم. الجو كان ديما مشحون بسبب الظروف الماديه الصعبه وكثره الديون اللي تراكمت على الزوجه مسكينه اللي لقات في السلف وسيله وحيده باش توكل ولادها، اضافه للشي اللي كان كيعطيها ولدها. هذا الوضع ما كانش ينتج غير المشاحنات اليومية اللي حولات الحياة الزوجية وبيت الزوجية إلى حالة بدل المصارعة، بحال إلا حنا في شي حالة بدل المصارعة وضربني نضربك واللي غلب يعف. حتى واحد ما بقى كيحس بالأمن والأمان في ديك الدار،
كل واحد فيهم لجأ للسلاح تهديد التصفية الجسدية والانتقام، وهذا الشيء اللي غادي يوقع في ذات يوم رمضاني. في ذلك النهار من رمضان واللي كان موافق ليوم 15 يونيو، تسمع الصوت أو الجيران سمعوا صوت الولد كيصرخ، كان كيغوت ويقول، أو بالأحرى عفوا الولد سمع الصراخ دباه اللي كان كيغوت ويقول أتقوني يا عباد الله، حرقتني حرقتني. ملي مشى الولد باش يشوف شنو واقع، لقى باه منحني وعليه حروق بسائل الجسم ديالو وهو مبلل بالماء الساخن. كان حدا الأب إناء بلاستيكي، والأم كانت واقفة حدا باب الغرفة شادة في الباب مستعدة ومتأهبة لأي طارئ. كانت عارفة باللي الشي اللي دارت ماشي سهل، متوقعة من راجلها أي رد فعل عنيف، لكنه مسكين ما كان قادر يدير والو، ما حيلته للحريق ولا الألم اللي كيسري في الجسم ديالو كله. الولد طبعا ساعد باه باش يوصلوا للحمام ورشوا بالماء البارد باش يخفف عليه الألم. أما الأم فعاد حسات بالندم وفضحت الشي اللي دارت. كانت حينها اللي كان الزوج كيتألم كانت كتحاول تصل بالشرطة وتعيط للابيلانس باش تجي وتدير السبيطار لعل وعسى تنقضوا وتنقض راسها من عقوبة كتنتظرها. المهم البوليس وصلهم الميساج دغيا والخبر ديال محاولة القتل بسكب الماء الساخن عفوا. اهتزت ليه الكوميسارية كما أرجاء ديك الحي، وعناصر الأمن ما تعطلوش مشاو للسبيطار فين كان الزوج في حالة يرثى لها، كان كيواجه المصير ديالو الألم غير ما زادت مع مرور الأيام اللي دوزها في السبيطار. 15 يوم اللي دوزها الراجل في السبيطار قيد العلاج، والبوليس استمعوا لهم اللي تخفف عليه الألم وحكى ليهم شنو وقع بالضبط من طقطقة السلام عليكم. قال ليهم اللي مراته هي اللي كبات عليه الماء السخون باش تنتقم منه بسبب المشاكل اللي زادت في الأيام الأخيرة، خاصة بعد ما رجع بعد المدة اللي قضاها هارب. وكيل العام كازا أمر باعتقال الزوجة والتحقيق معها حول ظروف ملابسة هذه القضية. الأولاد حكوا كل شيء للمحققين، والأم حاولت تنكر الشيء اللي قالوا الأولاد والزوج ديالها اللي قالوا وحكاه للبوليس قبل ما يموت متأثر بالحروق البليغة اللي تصاب بها في مختلف الأنحاء ديال الجسم ديالو. الزوجة بعد انتهاء التحقيق تحالت على غرفة الجنايات محكمة الاستئناف في كازا، والوكيل العام وجه لها تهم الإيداء العمدي الناتج عنه الموت دون نية إحداثه مع سبق الإصرار، وزيد عليها القتل العمد مع سبق الإصرار. وبعد أربعة ديال الجلسات تم فيها تأجيل مناقشة ديال الملف، استرات المحكمة أو الغرفة الحكم ديالها في هذا الملف. 25 عام الحبس هي العقوبة باش حكمت هذه الزوجة اللي حرقت رجلها بالماء السخون. 25 عام غادي تدوزها في الحبس بعد ما قتلت رجلها. والضحية كما كنقول ديما هم دوك الأولاد اللي تحرموا من الأب اللي مات ومن الأم اللي مازال مدفونة في حياتها في الحبس. الخوت حطيو مع أصابكم ما تخليوهاش تفور، حيت إلا فارت غادي تحرقكم كما وقع لهاد السيدة. المشاكل كاينة وكاينة عند كل شيء، وأي مشكل عنده حل والصبر مطلوب، وحتى لو ما تفهمناش العداوة علاش كما كيقولوا، وأنا كنقول والقتيل علاش. شكرا لحسن استماعكم للقصة وللفيديو حتى الاخر ديالو، ولعندكم رجاء مزيدا من دعم القناة وتشجيعها لكي نضمن الاستمرار، لأن استمرارية القناة يأتي بدعمكم. وما تنسوش التفاعل والاشتراك بالنسبة اللي مازال ما اشتركوا، وأنا لكم شاكر على اهتمام ديالكم بقناة مروكو كريم تيفي الجريمة المغربية، وإلى فرصة لاحقة. شكرا لكم.